دراني الباحث والصحفي المتخصص في الشأن السيناوي. سيد إسماعيل، نريد أن نفهم ما يحدث في سيناء ربما بشكل أوضح، مع وجود يعني مصادر شحيحة للغاية عن المعلومات بالنسبة لسيناء. ما يحدث في سيناء؟ أبدأ. تفضل تفضل. ما يحدث في سيناء هو انتصار لصوت العضلات على صوت العقل داخل يعني داخل دائرة اتخاذ القرار في الجيش المصري. تعامل عنيف واستخدام للعنف المفرط مع الأوضاع التي يعني تفجرت بعد مقتل 25 جنديا مصريا فيما عرف بمذبحة رفح الثانية. استخدم العنف المفرط في المنطقة الحدودية من شمال سيناء بدءا من العريش وانتهاء برفح وجنوبها، تحت ذريعة يعني محاربة الجماعات المسلحة والتصدي لما يوصف بالإرهابيين. ما يحدث هو توسيع لدائرة العنف باستخدام بإطلاق النار العشوائي واستهداف منازل الأبرياء و يعني وتوسيع دائرة الثأر بين القوات النظامية وبين دوائر لم تكن في دوائر من السكان المحليين. طيب سيد إسماعيل، في الحقيقة هناك من المصريين من طالب باستخدام العضلات على حد وصفك في هذه المنطقة بسبب وجود من يصفونهم بإرهابيين، هناك استهداف واضح للجيش المصري ومصالح الدولة المصرية. أنت قلت تغلب صوت العضلات على صوت العقل، ماذا يفترض أن يقول صوت العقل؟ كيف يمكن التعامل إن لم يكن على هذا النحو؟ صوت العقل انتصر في الأزمة، أزمة اختطاف الجنود السبعة في شهر مايو الماضي، ولكنه تراجع أمام رغبة عارمة في توسيع دائرة الانتقام من سكان المنطقة من المدنيين العزل تحت دعوى أنهم يؤوون الجماعات. وفي الحقيقة أن يعني من يريد أن يتعاون مع القوات الجيش من الأهالي بيتم استهدافهم من قبل الجماعات، فهم بين نارين، بين نار القوات النظامية من الجيش والشرطة، وفي الأغلب هم يعني قوات الجيش التي لا تميز بين مطلوب وجار المطلوب أو قريب المطلوب، والنار الأخرى هي نار الجماعات نفسها. أتفهم طبعا وجود ضرورة لاستخدام القوة، لكن ما رأيته بعيني هي أثار لقصف عشرات المنازل وإحراقها وإحراق أثاثها وشهادات عن نهب المحتويات وإحراق السيارات وسيارات الدفع الرباعي. شكرا. بدون أي سبب. فهذا توسيع في دائرة العنف دون تمييز. شكرا جزيلا لك. بين وغيرهم. شكرا جزيلا لك. من القاهرة إسماعيل الإسكندراني الباحث والصحفي.